في منزلها الذي يعد متحفاً يوثق لمسيرة نضالها خلال الثورة، استقبلتنا الحاجة ثورية المرأة المجاهدة المفعمة بروح الوطنية والمحتفظة بأدق تفاصيل الكفاح. ما قعدتش ينهار ولا زوج، أنا قعدت 4 سنين و6 شهور هذه في جيش التحرير، وفي عامي الأول في 57 قبضتني فرنسا وفضيت من الحبس تاع الجدارمية تاع بالول. أنا يا في الدواء وفي هذا الصوالح وفي اللي بليسين بيت ندني في العودة لغول التعي تاع انفيرميير نضل نشوف النساء وكاع ويا بيت الحال. نضالها لم يتوقف بعد الاستقلال، بل واصلت صون الذاكرة، فكل صورة ووثيقة في أرجاء هذا المنزل توثق لأحداث وذكريات الجهاد. أنا مولا بيتي كان عنده هو داس لفوتو تاع هذا المعرض. انا معدت لي وليت نلمدي في لي بيوغرافي تاع الشهداء، رايحه للتوارث، رايحه للفيلاجات من تماك صايي ولي دوك ندير انا لي غوبروتيكسيون. ما كاش كاين هنايا لي فوتوغراف، يلفالي نسلمو الوهره اللي يديروا لي بروديكسيون. المعرض هنا انسي ساعفيه واللي يعرفوني هما بلا ما نطلب يجيبوا لي لا بيوغرافي على الدار. الحمد لله يا ربي خدمته على الشهداء. المجاهدة ثورية مثال للمرأة الجزائرية الباسلة في التضحية والمواقف، ومفخرة للأجيال.